السيسي يلتقي وزير خارجية السعودية اليوم. مجهولون يفجرون خط الغاز بمنطقة السبيل بالعريش. والجيش العراقي يحرر مناطق عدة من سيطرة داعش. أهلا بكم مشاهدينا إلى موجز الأخبار من النهار اليوم. يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر رئاسة الجمهورية اليوم وزير الخارجية السعودية عادل الجبير، وتعد الزيارة هي الأولى للمسؤول السعودي بعد توليه منصبه نهاية أبريل. ووفقا للمتحدث باسم الرئاسة، فإن اللقاء يتناول بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتأكيد مصر على وقوفها بجانب المملكة ضد الإرهاب. يفتتح رئيس الوزراء إبراهيم محلب اليوم محطة كهرباء أسيوط بقدرة 1500 ميجا وات. وكان محلب قد افتتح مؤخرا محطتي كهرباء بنها والعين السخنة، وذلك في إطار جهود الحكومة للاهتمام بقطاع الكهرباء وإدخال محطات جديدة لمواجهة أحمال فصل الصيف. أفاد مصدر أمني بشمال سيناء بمقتل ثلاثة من العناصر الإرهابية في عملية خاصة نفذتها قوات مكافحة الإرهاب استهدفت بؤرا إجرامية جنوبية رفح، فيما تتواصل العمليات ضد المجموعات المسلحة في جميع مناطق شمال سيناء. وفي العريش، فجر مسلحون مجهولون خط الغاز المار بمنطقة السبيل جنوب غربي مدينة العريش من خلال وضع عبوات ناسفة أسفلها. ويذكر أن هذا الخط هو الموصل إلى محطة الكهرباء البخارية بالعريش ومساكن مدينة العريش التي يتم تغذيتها بالغاز الطبيعي والمنطقة الصناعية ومصانع الأسمنت بوسط سيناء. لقي جندي سعودي مصرعه في قصف من الأراضي اليمنية على منطقة جازان الحدودية. وأوضحت الداخلية السعودية أن الجندي لقي حتفه إثر تعرض دورية عسكرية في منطقة جازان لقذائف مصدرها الأراضي اليمنية، مشيرا إلى أن القصف أسفر كذلك عن إصابة 7 جنود آخرين. سياسيا، أكد وزير الخارجية اليمني رياض ياسين أن بلاده ترفض مشاركة إيران في مؤتمر جنيف، وأضاف في لقاء خاص مع سكاي نيوز عربية أن إيران تلعب دورا تخريبيا في بلاده. نحن أبدا لم نرفض الذهاب إلى جنيف وإلى ما هو أبعد من جنيف، رغم أننا نرى أن الحل بالنسبة لنا واضح، هو في بدء تنفيذ قرار الأمم المتحدة 2216، ولا نعتقد أن ذلك يتطلب الذهاب إلى جنيف في الوقت الحاضر. لكن ومع ذلك نرى أنه الأمم المتحدة ترغب في أن يكون لها دور في ما يحصل في داخل اليمن، ونحن نرحب بأي دور إيجابي، لكن لا يكون على حساب الشعب في اليمن. وفي العراق، استعاد الجيش العراقي المسنود بفصائل الحشد الشعبي مناطق غربي مدينة الرمادي في الأنبار. وأوضحت مصادر بالجيش أنه تم تحرير مديرية مرور الأنبار على بعد 5 كيلومترات غربي الرمادي بعد قتال عنيف مع عناصر داعش، كما تمت استعادة السيطرة على الطريق المؤدي إلى منطقة ناظم تقسيم والذي يربط محافظتي الأنبار وصلاح الدين. مشاهدينا الكرام، إليكم تذكرة بأهم ما جاء في هذه الجولة من أنباء. السيسي يلتقي وزير خارجية السعودية اليوم. مجهولون يفجرون خط الغاز بمنطقة السبيل بالعريش. والجيش العراقي يحرر مناطق عدة من سيطرة داعش. ولمزيد من المتابعة لأخبار النهار، يمكنكم زيارة موقعنا النهارلايف.نت، كما يمكنكم التواصل معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، انستغرام ويوتيوب. شكرا لكم مشاهدينا، وإلى اللقاء.